لسه مستمرين معاكم في تغطيتنا لمهرجان الشام الأول، حيث رافق السوري عبود برمدة في إحياء الحفل ابن بلده أيضا الفنان محمد المجدوب. محمد أعرب عن سعادته لمشاركته في مهرجان فني السوري بيحتفي بفناني بلاده اللي كانت دائما مصدر للحضارة. قالوا بعدنا مروح ومن من مدان برجع لحالي الله كبير. محمد مجدوب كان سعيد بالمؤتمر الصحفي وتشجيع الصحفيين السوريين لإقامة المهرجان. يا مهرجان من المهرجانات الجميلة جدا، واللي بفرحنا أكثر هو هيدا المؤتمر الصحفي ووجود الصحفيين السوريين ودعمهم ل مثل ما بيقولوا لهالمهرجانات ودعمهم لفنانينهم السوريين. كما استطاع أن يقدم حفلاً رائعاً خطف قلوب الحاضرين. مجذوب أحلى سفير لبلده سوريا. اليوم بدنا نحكي عن حضارة عمرها آلاف السنين، من عنا كتير 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 صدر الدراما السورية، فنانين كبار وعمالقة، ممثلين عظماء. يعني هذا الشيء بهمنا اليوم أنه نعيد إحيائه بمحل معين، العالم ترجع تشوف هذه المواهب اللي موجودة بهذه البلد. ما بين الغناء والتمثيل يخطو مجذوب خطواته الفنية القادمة. عم حضر لشي كتير كتير قوي إن شاء الله الناس تحبه، أغنية اسمها هزة أرضية قريبا رح تصدر قريبا جدا، بالإضافة لأنه عم نحضر لشارة مسلسل كمان بالوقت الحالي بخبركم على التفاصيل. يا الله لك يا الله.